أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بكل متابعيني، بكل حبايبي. أهلا وسهلا بمواليد برج الميزان. توقعات برج الميزان لماغي فرح لل2023. أتمنى لو أول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وعشان تكونوا أصدقاء في عيلتي ونكون عيلة واحدة. وبتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش أبدا إنكم تدعموني باللايك. بتقول فرح للميزان سنة جيدة جدا، أفضل من سابقتها، لكنها تتغير مع دخول شهر تشرين الأول، حين هيواجه كوكب سترون فيطلب منه أن يكون جديا. هذه السنة تمنحه فرص مميزة، مساعدات وتغيرات إيجابية، طموحية وعن فيها طموح كبير، قوة وقدرة على تغيير حياة بعض الناس من حوله. هتتحسن أوضاعه المالية جدا، ويعرف ترقية أو مكافأة أو وظيفة أخرى تدر عليه الأرباح. سنة الإبداع والولادة للبعض، يفرحون بطفل في حياتهم للميزان المتزوجون واللي في مرحلة الإنجاب. ممكن جدا إنهم يفرحوا بطفل في حياتهم في هذه السنة وهذا العام. تتغير فلسفة الميزان في الحياة، وبيقوم بتوظيفات لها طابع عائلي ودعم يأتي من المحيطين من العائلة. بالنسبة للعاطفة، يلتقي خبر سعيد جدا في الأيام العشرة من كانون الثاني، أي في مطلع السنة، والحظ في جنبه في بين شباط وإزار. هيمر في فترة إرباك، هيمر بفترة من الإرباك ما بين الأيام العشرة الأخيرة من شهر نسيان وأواخر شهر أيار. شهر تموز جيد له في آب، يلتقي أو يتلقى دعما، لكن الصراعات تواجهه من أيلول وحتى تشرين الأول. الحب هيكون في كل مكان من حوله، وهو يسعى إلى أن يعيش أوقاتا جميلة عاشقة. سيترك أثره لدى الناس يلتقيهم، يعني ناس هيقابلهم لأول مرة هيسيب أثر فيهم. وعنده قضية عائلية خاصة جدا، ويحتكم في زواج أو ولادة داخل العائلة. العائلة بتاعته هيكون فيها زواج أو ولادة. وأنا أعرف أغلب الميزان فعلا عندهم إخوات هيتجوزوا، وعندهم قرايب هيتجوزوا. وأتمنى الخير للجميع، وعام سعيد على الجميع. وفي الأول والأخير، العلم عند الله وحده، لا يعلم الغيب أبدا أبدا أبدا، زي ما بنقول دايما إلا الله.